أبعطيك دعاء قسما بمن أحل القسم، وأنا حصلت معايا. مجرد ما تقول هذا الدعاء بتدبر وتمعن وحسن ظن بالله وثقة بالله، والله نفسيا تتغير 180 درجة. لو عليك هموم الدنيا كلها، لو عليك ديون، لو إيش ما عليك، بس ردد معي: اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي، اللهم إنك أنت جابر كسري، وأنت من يطيب جروحي. يا الله ما أجمل هذه الكلمات، يا رب أنت من يطيب جروحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد سواك، يا ربي لا تجعل حاجتي بيد أحد سواك، واكفني بك يا واسع العطاء. يا الله دعاء جميل، نجعله ورد يومي وشوف كيف.